تلاقي صح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير يحيى بن أبي رضي الله عنه ورحمه في كتابه الإفصاح عن السحر، قال رحمه الله: كتاب البيوع. قال: واتفق على أن للمشتري الرد بالعين الذي لم يعلم في حال العقد ما لم يحدث عنده عين آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه. المتعدد الثاني. قال الإمام رحمه الله: باب بيع المصلى والرد بالعين. قال الإمام رحمه الله: واتفقوا على أن المشتري رد بالعين الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عين آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه. هذه المسألة الثالثة مسألة مهمة جدا، وفيها خيار الرد بالعين، خيار العين، خيار الرد بالعين. يعني هنا في شرطان للرد بالعين. الأول ألا يعلم بالعين، ألا يتأخر في الرد، شرطان للعمل بخيار العين. ألا يعلم بالعين حين العقد. طب لو علم البائع، قلنا البائع يكون غاش ومش يأثر، غاش، لأنه يجب عليه أن يبين العين، مفهوم. والشرط الثاني ألا يتأخر في الرد، وأصل ذلك وأساسه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسروا الإبلة. نعم، قال: فمن اشتراها اشترى محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة تظهر. عندما تظهر بقى في الثالثة، لو تأخر للرابع فإنه لا يرد. ليه؟ اعتبرنا سكوته رضا. يبقى لا يعلم أولا ابتداء. طب ليه ما لا يعلم ابتداء؟ ليه ما هذا الشرط؟ خلاص، هو طالما علم وسكت يبقى راضي ولا ما رضاش؟ راضي بيه، انتهى الموضوع. ولكل ايه؟ على ما ارى، انما البيع عن تراض، الا ان تكون تجارة حلالا تديرونها بينكم، مفهوم؟ نعم. والامر الثاني التاخير، وطبعا بقى العلماء ضبطوا التاخير. حقيقه الامر ليس لها ضبط، ضابط التاخير العرف أن يقال قد علم وتأخر، ده كده راضي. ضابط التأخير العرف، يعني لو علم صباحا وردها مساء، والعرف يقول له أن يتمهل يحكي لأولاده لزوجته يحكي لصاحبه وينظر، طب لو رجعناها هندور الراجل ده ولا مش هندره، ويتشاور كل ذلك. العرف لو قال أنه من الصباح إلى الليل ليس تأخيرا، له أن يرد. وإن قالوا هذا تأخير يعني ينم عن رضا، إذن لا يجوز له. وده أصلا أصله في لا خلاف أيضا، لأنه لما قال فإذا اتبعت فقل لا خلاف، وأنت بخير النظرين ثلاثة، كل ذلك على أن العيب قد لا يظهر إلا في اليوم الإيش الثالث كالمحفلة. فهذا اسمه الرد بالعيب، وهذا يوافق مقاصد الشريعة، لأنه سيكون البائع قد أكل أموال الناس بالإيش بالبطل، قد أكل أموال الناس بالبطل رحمكم الله. وأيضا ينتشر في الأمة البطالة والغش مفسد جدا جدا، ومع ذلك الرجل لم يتق الله في الناس فيتجرع عليهم. والحقيقة أن من تجرع على أموالهم تجرع على دمائهم، وسائل كلها وسائل، ذلك أغلق الشرع وأعطاه الرد بالعين. قال الإمام رحمه الله: ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإنسان أن له مطالبة بالأرش. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله: متى أراد الإنسان لم يكن له مطالبة بالأرش. فقال أحمد رحمه الله: له ذلك مع الإنسان. الحقيقة هنا مسألة نظرية بحتة، لأنه الإنسان قال فهو بخير نظرني إيش ثلاثة، صحيح. وقال أيضا: إذا من اشترى محفلة قال فليحتلبها ثلاثا، فيرضيها أمسكها، وإن لم يرضى ردها وإيش وصعد من سبيل. هنا الأثر سكت عن الأرش، حلول الأرش معناها رضا، سكت عنها الشرع. ومن أصول الشرع في الاختلاف تقديم المصالحة المرضات، فتقديم المصالحة من أصول الشرع، لا سيما في عقود المعاوضات. فنظر أحمد إلى هذا
فورد أن المطالبة بالأرش مصالحة تحمل عدم الرضا على الرضا، اللي هو أصل إيه؟ أصل البيع، أصل البيع، أصل بيع الرضا، نعم بيع عن طلب. فقال له أن يطالب بالأرش ويمسك، ونظر نظرين، دقة دقة. النظر الأول قد تم البيع بالقبض والتبادل، وبيعمل خير من أن تفرقة وتفرقة، فقد تم البيع. والدلالة على أنه تم البيع إيش؟ هذا بخير نظرين، لو حق يرد أو ما يردش، دلالة على الباب البيع تم، فإن البيع إيش؟ تم. فإذا كان البيع تم في هذا الباب بيّنه أنه قال تم البيع، وبقي له حق يأخذه بإيش؟ بالأرش، ينظر إلى ثمنه سليما وثمنه معيبا، فيعرف الأرش كم سهم يعني في المية، ويعطي إياه في هذا الباب. المالكية والشافعية والحنفية يرون أن هذا تشريع جديد، طبعا مش تشريع، استغفر الله، على اجتهاد من النظر في هذا الباب، لكنهم يقولون، الشافعي يقول بذلك تصريحا من استحسن فقد شرع في هذا الباب. لما عندهم التأصيل العام، ايش هو التأصيل العام يا جماعة؟ أننا نأخذ نأخذ الأمر على ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير نظرين ثلاثة، لما سكت عن الرد بعد الثلاث أسقط إيش حق. ولو كان في الأمر مطالبة لأمر به. لما بقى لما؟ لأن ده وقت إيه؟ وقت بيان. الوقت هنا وقت إيه؟ بيان. ولا يجوز تأخير بيان عن وقت. أنه تشوف قال خير نظرين ثلاثا في الحديثين ولم يقل له الأرش. والوقوف عند الأحاديث وحكمها دون وجود قوة النظر المطلوبة أسلم، أسلم، لأنه أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصول الشرع معه ووجهة النظر قوية، لكن ليست بالقوة التي تقف أمام سكوت الشرع. إحنا ما قلناش، لم نقل نفى الشرع، لكن قلنا إيه؟ سكت. وإذا سكت تسكت، تسكت، هذا الأفضل لك. فنقول إما يرضى وإما يرد، وليس له غير الرأش إلا إذا جعلت المصالحة وهو يرد، قال يا عم خلي عندك وخذ كذا وكذا، يرضيك؟ قال يرضيني، كده ما نقول شيء، لكن لا نلزمه بالقبض مع إيه؟ مع الأرش، ده اللي غلط. لكن لو حصلت المرادات المصالحة لهم ذلك. ماشي. قال الإمام رحمه الله، يبقى راجح قول من؟ قول الجمهور. قال الإمام رحمه الله واختلفوا هل الرد بالعيب على التراخي أو على الفور؟ فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله هو على التراخي، وقال مالك والشافعي رحمهما الله هو على الفور. معلش المرة المسألة الثانية هذه. قال الإمام رحمه الله واختلفوا المغني هل الرد بالعيب على التراخي أو على الفور؟ نعم. فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله هو على التراخي، وقال مالك والشافعي رحمهما الله هو على الفور. طيب هنا هذه المسألة أبو حنيفة وأحمد قالوا هو على التراخي، وقالوا الخيار له مقصد والفورية تخالف المقصد. المقصد هذا باقي اختبار. فهم يقولون بأن الرد لدفع الضرر، وهذا يستوي فيه التراخي والفور، لأنه لو قلنا بأنه على الفور ألزمناه فلم يفعل، كأننا أوقعنا به إيش؟ الضرر، والأصل لا ضرر ولا ضرار. قول المالكية والشافعية قالوا على الفور، وهذا ظاهر الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فأنت بخير نظرين ثلاثة، قل لا خلابة، وحد له، والتحديد يدل على أنه إيش؟ في توقيت فورية تلك وبعده وخلاص، لأنه قال أنت بعد ذات ترجع، ما رجعتش احتمله، وده الظاهر في الأثر، لكن واجب علينا أن نرد إيش؟ ما يقولون. إيه بقى الرد؟ كيف نرد؟ رد على ذلك هنقول ماشي. الحنفية يقولون لهم المسألة ليست على الفورية للضرر اللاحق، والأصل العام رفع الضرر، مفهوم؟ الحنابلة كيف يردون؟ الشافعية كيف يردون؟
وجهه النظر في الرد، عشان انا عارف عشان ما انطوش المهم، وجهه نظر في الرد في هذا الباب يقولون الضرر ضرران، ضرر يحتمل وضرر لا يحتمل. طيب فان اخ فان لم ان لم ان لم يرد علمنا ان هذا الضرر ايش لا يعبأ به صاحب، والتسامح بين المسلمين وارد، مفهوم؟ طيب اذا نقول لهم ما اثبتتموه ليس في محل النزاع، اثبتتم الضرر الذي لا يحتمل، والدراع ذلك ان النبي فرق، فرق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ثلاثه خدتها خدتها ما خدتها، التصريح في المصراء ان شاء امسكها وان شاء او امسكها على ضرر انه صح ولا لا؟ تفضل شوف. ها انا ارجح فوري، تفضل شوف. ما هو احسن الله عليك انت كمان اخويا في الوقت، وقال له انت بخير الناظرين بعدها ترضى او ما ترضاش. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.